الآن ينضم لنا من رام الله أنس أبو عرقوب، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك أنس. إذا كمين الشجاعية يسيطر هذا الصباح على الإعلام الإسرائيلي. المحلل العسكري في هآرتس اعتبر أن الأفضلية النسبية للجيش الإسرائيلي والتي تتعلق بدأت تتراجع في الأحياء السكنية، خاصة في مدينة أو في منطقة الشجاعية المكتظة. كيف تتعامل إسرائيل مع هذه الأعداد المرتفعة من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال؟ هناك كوارث عملياتية تلحق بالجيش الإسرائيلي منذ أيام، منذ بداية معركة الشجاعية الحالية. منظري الحرب والخبراء العسكريين الإسرائيليين بدأوا يغردوا خارج سرب المعزوفة التي يعزفها المتحدث باسم جيش الاحتلال. الآن هناك إقرار بأن التفوق الاستخباري التقني في معركة الشجاعية نجحت المقاومة بتحييده باتباع تكتيكات مبتكرة في حرب العصابات، يقولون أنها ستدرس لاحقا في الكليات العسكرية الإسرائيلية. الآن التكتيكات التي تعتمدها غرف العمليات للفصائل الفلسطينية وتحديدا القسام حيدت القدرات الاستطلاعية الاستخبارية القتالية، لذلك فإن الجند الإسرائيلي يجد نفسه بلا غطاء استخباري ولا تفوق تكنولوجي، وفي نفس الوقت يجد نفسه أمام كمائن تسمى في قطاع غزة كمائن الحمقى، يستدرجهم إليها رجال المقاومة في غزة. هناك حالة تضارب وتبادل للاتهامات بين المعلقين العسكريين والمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي. هذا المتحدث حاول تصوير عملية الاستيلاء على جثث لجنود قتلوا في 7 من أكتوبر وكأنها نصر عسكري، والمعلقين والخبراء العسكريين كشفوا أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، وشككوا وألمحوا أنها كانت كمين من أجل كي وعي الجمهور والجيش الإسرائيلي وإيصاله إلى نعم، قناعة مفادها لا يمكن استنقاذ أي جندي أو جثة هامدة متحللة إلا بدفع ثمن باهظ جدا. نعم، لن يتم استنقاذ أي جندي على قيد الحياة. هذه جزء من عملية وحرب نفسية تدار بتكتيكات تم تخطيطها مسبقا أنس. لإيصال